لما استثني الصوم؟ لما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المضاعفة؟ بمعنى إذا كانت الأعمال تضاعف إلى 700 ضعف، أما الصوم فيضاعفه الله تعالى إلى ما شاء الله تعالى له أن يضاعف، ألوف مؤلفة، ملايين، كما تريد. لما؟ قال فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث آخر عنه قال الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. فعلله الحافظ قال سبب استثناء الصوم وجعله على هذه الأضعاف المضاعفة أنه شهر يحتاج المؤمن فيه إلى صبر. ثم قال والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله تعالى على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فكل هذه أنواع الصبر كما ذكر المصنف ثلاثة، وكلها تجتمع في هذا الصوم. لذلك لا تعجب حين يجعل الله تعالى لهذه الفريضة هذا الأجر العظيم الذي لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بحد.